جليب الشيوخ تبدو أكثر أماناً أمنياً وصحياً في ظل الحظر الكلي المفروض على المنطقة خلال أزمة فيروس كوفيد-19، وفي ظل الجهود المبذولة من كافة الجهات الحكومية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني. محمد، جمعية جليب الشيوخ في الجانب الآخر استطاعت تلبية احتياجات قاطني المنطقة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والغاز وعلى مدار الساعة، في مشهد يؤكد تكاتف كل الجهات لإنجاح خطة عزل المنطقة عن طريق تأمينها. كاميرا الأخبار جالت في منطقة الجليب خلال حظرها الكلي وخرجت في التقرير التالي للزميل فهد التركي. هكذا كان المشهد في منطقة جليب الشيوخ المعزولة كليا. رجال وزارة الداخلية يؤمنون المنطقة أمنيا، ووزارة الصحة تقوم بالمسوحات العشوائية، وأفراد الدفاع المدني يساندون العمل الحكومي في صورة تجسد التعاون المثمر لإنجاح خارطة الطريق نحو الوصول لبر الأمان في هذه المنطقة. ومنذ يعني بداية الأزمة في 23/2 وحتى يومنا الحاضر، يعني عملت الجمعية على توفير كافة الاحتياجات من السلع سواء الغذائية أو السلع الاستهلاكية لكافة المواطنين من المستهلكين من المقيمين في مناطق عمل جليب الشيوخ، والبالغ عددهم تقريبا فوق 900,000 نسمة. الجمعية قاعدة توفي بتوفير جميع هذه المتطلبات، ولديها مخزون استراتيجي يعني يعادل لمدة 6 أشهر. المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية كافيا وفي متناول الجميع، حسب ما أكد المسؤولون في جمعية جليب الشيوخ التعاونية، وسط إشادة كبيرة من قاطني المنطقة بمستوى ما يقدم لهم من خدمات في ظل الحظر الكلي. دورنا هنا تنظيم دخول الأشخاص إلى رواد الجمعية إلى الجمعية، بحيث أنه يكون في تباعد بين المساهمين اللي يدشون داخل، ويكون فحص حرارة بالبداية قبل لا يدشون، وقاية السلامة، وطبعا يكون حجز مبدئي عن طريق الباركود، ويدشون داخل طبعا الجمعية، وبإذن الله الجمعية متوفر فيها كل السلع بجهود إدارة الجمعية وبجهود جميع قطاعات الدولة متمثلة بالدفاع المدني والداخلية وغيرها من القطاعات. السلع كلها متوفرة تماما، يعني مفيش حاجة ناقصة. الكويت الصراحة بلد الصراحة الإنسانية وبلد الأمن والأمان. جميع المواد الغذائية موجودة، الغاز. الكويت بلد العز وبلد الإنساني. منطقة جليب الشيوخ تسير نحو العودة التدريجية للحياة الطبيعية على طريق الانضمام للمناطق الأخرى بفضل الجهود الكبرى المبذولة على هذا الصعيد. تعاون كبير من قبل الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني في سبيل تأمين منطقة جليب الشيوخ المعزولة كليا أمنيا وغذائيا وإنسانيا، في صورة تجسد نجاح خطة الحكومة في فرض الحظر الكلي لهذه المنطقة في سبيل التصدي لفيروس كوفيد-19. فهد التركي، تلفزيون دولة الكويت.